أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر من الأخت فاطمة من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقول: السلام عليكم، أنا بهت إنسانا من غير قصد وتكلمت بالكلام وأنا في حالة غضب وخوف شديد، والآن أنا نادمة أشد الندم ولا أستطيع أن أقول لتلك الإنسانة إني بهتك لأنه قد تحدث مشاكل، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان الأمر كما ذكرت تخشين لو أخبرتيها وطلبت منها المسامحة أن يحصل ما هو أشد منها، فعليك بالثناء عليها بالمجالس والدعاء لها. نعم.